مختصر الصراع زي ما قلت، الصراع حصل مرتين، وازاي التاريخ بيعيده، ولكن بيعيده بأسباب سياسية وأسباب روحية وأسباب كنسية مختلفة. الصراع بتاع القرن الخامس والسادس كان فيه يعني ثلاثة مشهورين قوي هما اللي قادوا الصراع. في ناس بتقول اللي بدأوا قديس أغسطينوس، وناس تانية تقول لا، اللي بدأوا بلاجيوس. وذا اللي بدأوا بلاجيوس ده برضو زي ما قلنا ده مفهوم تاريخ العقيدة. في ناس هتقول، هنمشي مع الاثنين ونشوف مين اللي ممكن نرجحها. وبعد كده دخل القديس يوحنا كاسيان، ما قاله بلاجيوس رفض، ما قاله أغسطينوس في هذا الموضوع رفض، وما قاله يوحنا كاسيان في هذا الموضوع رفض. ايه اللي بقى اللي احنا بنقبله؟ ده اللي هيكون اول محاضرة هنقولها بعد الموضوع ده. الكنيسة طول عمرها، هنشوف في المحاضرة الأولانية تفصيل السينرجي أو السينرجية، العمل المتوافق، عمل بدايته إلى الله يعمل شيء، وأنا كمستقبل أنا بستجيب وأفعل، مش قابل بس. ممكن واحد يشوفني بشحت فيديني 10 جنيه، أخدهم وأحطهم في جيبي، أنا خدتهم بس ما عملتش حاجة، لسه جعان، ولو راح التاني أشحت منه 10 جنيه تاني. لكن السينرجية أو السينرجي معناها إن دي نعمة مقدمة من الله، وأنا قبلت النعمة وبدأت أشتغل بيها، مش قبلته بس. دايما هنشوف بعد شوية أقوال الآباء، وهنشوف في كلمة الله. ناخد مثل واحد عشان نعرف الدنيا هتمشي ازاي. الآية المشهورة أوي بتاعت أفسس 2 من 7 ل 9، ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. إحنا مصدقين قوي في الآية دي، وإن كنا مش بنوعظ بيها قوي، لكن ده حقيقي، بالنعمة أنتم مخلصون. لكن بقيتها مهم قوي، إن في إرادة حرة، وإن النعمة دي نعمة عاملة، ولما هتغير فيا هتخليني أسلك سلوك مختلف. ايه هتعمل ايه النعمه المجانيه ديت المقدمه من الله؟ لان نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع، بتعمل خلقه جديده كلنا بناخدها في المعموديه ونفعلها لما نكتشفها ونبدا نعيش الحياه ديت بالظبط. لاعمال صالحه يبقى هعمل حاجه مش هاخدها وانام فيها في البيت. قد سبق الله فاعدها لك الناس، يبقى انا هكتشف اراده الله وهمشي في مسيره اعدها لله، مش مسيره انسانيه. المسيح نفسه لما قال يوحنا 3:21 لكي تظهر أعمالهم أنها بالله معمولة، ده ما كانش تشبيه، ده كان واقع. ليه؟ لأنهم هياخدوا خلقة جديدة بالنعمة، والخلقة الجديدة هتخليهم يعملوا أعمال صالحة الله عاملها لهم. لما كنا نتكلم من يومين إزاي إنه تبقى المشكلة في إني أكتشف الخطة، يقول لنا كده بولس الرسول في كولوسي 1:9 لكي تمتلئوا من معرفة مشيئته. محتاج اعرف المشيئه اللي هتدخلني جوه الخطه الالهيه اللي همشي فيها. مش هعمل اعمال صالحه وبس، لكن اعمال صالحه بحسب خطه الله. قلنا برضو مثلا المره اللي فاتت الايات المشهوره قوي بتاعت يوحنا متى 7:22، يجوا الناس يقولوا في الاخر اليس باسمك تنبأنا، اليس باسمك اخرجنا الشياطين. المسيح في الاخر ما لهمش انتوا ما عملتوش كده، ما واجههمش انتوا كنتوا كدابين، انتوا ما تنبأتوش، لكن قال لهم ايه؟ ما عرفكوش برضو الهاب يعني لسك أعرف، لأن المفتاح في آية 21 اللي هي بيقول فيها إيه؟ ليس كل من يقول يا رب يا رب، لكن مين؟ من يفعل إرادة أبي. العمل صالح وحقيقي، لكن ما كانش فين؟ ما كانش في الخط. مثلا برضو اللي قلناه من يومين احنا نتكلم، موسى لما ضرب الصخرة زي مرة هو كان بيخالف الله، وهي تطلع مية عشان الناس محتاجة مية، هو عمل إيه؟ قال له مش هتخش ارض الموعد. فالعمل الصالح حقيقي، بس مش كان المفروض انا اللي اعمله، او مش المفروض اني اعمله كده. موسى تعاقب على العمل الصالح اللي عمله على مزاجه، لكن الشعب المعجزه تمت والناس شربت ميه. اكيد موسى ما هلكش، احنا بنتكلم بس زي انه ممكن العمل الصالح ده يكون غير مرضي لله، ولكن يتم لان في واحد محتاج والله عايز يشفيه. الله كان عايز يشرب الشعب ميه بس بطريقته. مش كان الايه اللي بعديها على طول يقول لهم ايه؟ لانكما لم تقدساني امام كل الجماعه. في مشكله.
فالفكرة مش أنا بعمل عمل صالح، أنا عايز أعمل صالح، عمل صالح بحسب خطة الله. لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد، الحالة قبل إيه؟ قبل قبول النعمة. المدعوين غرلا من المدعوين ختام. يبقى في نعمة وفي إرادة حرة تستجيب وتعمل، مش تستجيب بس. احنا موسى فاكر القصة؟ طيب الأول أول مرة ربنا قال له اضرب الصخرة تطلع مية، ضربها طلعت مية. تاني مرة قال له إيه؟ كلم الصخرة عشان تطلع مية. هو قال لك لا أنا عارفها، أنا بضربها بتطلع، أكلمها دي. راح ضربها طلعت. هو كده أطاع الله ما أطاعش. بس الناس دي محتاجة مية مش محتاجة مية؟ محتاجة مية. فتطلع مية رغم إن هو مش بيعمل حاجة بحسب الخطة. هو قال له مش هتخش أرض الموت. عشان كده بقول إن الناس دول اللي عملوا معجزات، المعجزات كانت حقيقية، أخرجوا الشياطين وتنبأوا وعملوا كل حاجة. بس هم كأشخاص يجي واحد عايز يروح تجلس، المفروض فلان ده هيصلي له، قلت أنا هخش. الراجل خف بجد، روح الشرير خرج، لأن الله عايز يشفيه. بس أنا بقيت بعمل إيه؟ لا أعرفكم. ده الأصل. ماشي؟ عشان كده بقول إن إحنا في الإرادة، أنا بكتشف إرادة الله عشان أعمل أعمال فادحة مش على مزاجي. مش لأن أنت بتعمل حاجة حلوة وتقول أنا هعمل زي فلان. أنا عايز أعمل اللي ربنا عايز أني أعمله. عشان كده لما نلاقي حتى في تاريخ الكنيسة في قداسين كانوا ناس بسيطة جدا. في قداسين كانوا ناس علماء ولاهوتيين وعظام. وناس اتعذبوا 7 سنين زي ملك جرجس. وناس كانوا تحت السلم كده وربنا باركهم وشافوا القديسين العظام. مش لازم أعمل زيك ولا تعمل زيي. أنا أشوف دعوتي اللي ربنا حطها لي وأنت تشوف دعوتك. ده الهدف من إنه السينرجية اللي بتبين اللي بين النعمة والإرادة، أكتشف إرادة الله وأحيا بيها وأعيش بيها بالنعمة المقدمة لي. ده الموضوع الأولاني أو دي التعليم الأساسي في الكنيسة، تعليم السينرجي، وهنتكلم عليه بالتفصيل في المحاضرة الأولانية. ناخد كل واحد بسرعة يوري إزاي إنه لازم الإرادة تشتغل ولازم تكون في نعمة متقدمة. قديس كيرلس الأورشليمي في الوعظات بتاعة التعليم المبتدئين الوعظة الرابعة بيقول لنا كده: النفس لها القدرة أن تتحكم في نفسها، ولكن الشيطان يمكنه أن يقترح وليس له قوة الإجبار. وهنا بيركز على إيه؟ على إن في إرادة حرة، أنا من حقي أقول آه ومن حقي أقول لأ. ضد إرادة الإنسان، هو يصور لك أفكار للزنا، فإذا أردت يمكنك أن تقبلها، وإذا لم ترد فسترفضها. لأنك لو كنت محتم عليك أن تكون زنيا فلماذا أعد الله جهنم؟ ولكن إن كنت برا بالطبيعة وليس كاختيار إرادي فلماذا أعد الله الكريم المجد لا توصف؟ يقول لنا تعبير لطيف في الآخر: الحمل وضيع بطبعه ولكنه لن يتوب بوداعته، لأن مثل هذه الوداعة ليست من اختياره بل من طبيعته التي خلقها. هو عايز يوضح بوضوح، هنتكلم هنقول كذا قول بعدين لما نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، أن الإنسان خلق حرا عكس ما هنسمعه بعد كده من ناس كتير في اليومين اللي احنا نقعد مع بعض. فده التعليم الأساسي في الكنيسة، أنه في سينرجية، نعمة الله بادئة، أنا مستجيب وفاعل هذه بقوة هذه النعمة أو بالاستجابة ديت أنا بعمل أعمال مختلفة. قول تاني الأساس الرسولي يقول لنا كده: لم يكتفي الله ومجرد خلقته للإنسان كما خلق باقي المخلوقات غير العاقلة على الأرض، بل خلقه على صورته ومثاله وأعطاه نصيبا في قوة كلمته لكي يستطيع، وله نوع من ظل الكلمة وقد خلق عاقلا، أن يبقى في السعادة. وفي اختيار لكي يستطيع لو هو عايز. خليني برضو ألخص لكم من 1 لـ3 ويمكن لحد 8 كمان. سادس الرسول يتكلم عن النعمة بثلاث معاني مختلفة. تكلم عن نعمة عامة ونعمة إضافية، وتكلم عن نعمة القيامة. قال كده إن الله بالذات في الشابتر 3 دوت خلق كل الكون بنعمة عامة، اللي هي إيه؟ الخلق من العدم. الحيوانات والطيور والإنسان وكل حاجة اتخلقت من العدم. ودي مهمة قوي في الحوارات اللي بتحصل اليومين دول على الخلق وداروين والكلام ده. الكل خلق بنعمة عامة من العدم. الحاجة التانية، الإنسان خد نعمة إضافية. ايه النعمة الإضافية دي؟ انه خلق على صورة الله ومثاله، حرا مريدا يقدر يقول اه ويقول لا. عشان كده هو الكائن الوحيد اللي هياخد يعني له عقاب او ثواب في الاخر. وقال كده ربنا لما ادى الانسان النعمة الإضافية ادى له حاجتين:
ده له وصية ومكان. اليوم اللي يكسر فيه الوصية دول كحافظتين للنعمة الإضافية، اليوم اللي كسر فيه الوصية اتطرد من المكان. بقى دور الخلاص، دور المسيح انه يجي عشان يعمل ايه؟ يردنا تاني. بكسر الوصية وترك المكان صار الانسان مائتا وفاسدا. وبتعبير قديس سأوفيلوس الانطاكي يقول ان الانسان خلق بامكانية الموت وعدم الموت ان طاع وان لم يطيع. فآدم الاول اختار لنا الموت بعدم الطاعة. اتكلم بعد كده عن النعمة الثالثة اللي هي نعمة القيامة، ازاي ان المسيح بقيامته وهب البشرية كلها، الجنس البشري كله، نعمة القيامة. ده بسرعة النوع الاولاني او الايمان الاساسي للكنيسة اللي بعد كده حصل الصراع ضده. بلاجيوس تقريبا اتولد نفس السنة اللي اتولد فيها قديس أوغسطينوس. الاثنين اتولدوا في سنة 354 ميلادية. بدأت المشكلة تظهر على السطح سنة 411-412 من أحد تلاميذه، مش منه شخصيا، اللي اسمه كاليستوس. وده اختصار البدعة، هنتكلم عليها بالتفصيل later on maybe today or tomorrow morning. ازاي هارنك، وده واحد من أساتذة تاريخ العقيدة، لخص القصة. أول مشكلة عند بلاجيوس قال ان ادم خلق ليموت سواء اخطر ام لا. ده ملوش علاقه، اي علاقه او ملوش اي عضد في تاريخ الكنيسه قبل كده، ولا في الكتاب المقدس، ولا عند اي حد من الاباء. هنشوف بعد شويه ازاي لما هم جم يتكلموا عنه، بالذات حتى القديس يوحنا كاسيان لما جه يتكلم عن القديس اغسطينوس او بلاجيوس قال كده، لان لم نسمع هذا الكلام من قبل من اي من اباء الكنيسه. يبقى انا عندي مسطره، عندي حاجه بقيس عليها، مش انا رايي وانت رايك. حاليا كتير قوي حواراتنا جوه كنيستنا وحتى مع حد من طوائف اخرى ان انا عايز افرض رايي، السلطه الذهنيه اللي قلنا عليها من شويه، وانت عايز تفرض رايك عليا. تاني حاجه، خطيه ادم تخصه وحده وليس للبشريه اي علاقه بها. تالت حاجه، الاطفال يولدوا بحاله ادم قبل السقوط وليسوا في حاجه الى المعموديه. هنا كان عنده مشكله ان كانت الكنيسه قبلها بسنين قليلة قوي، بداية من بداية القرن الرابع لحد الوقت ده كان في مشكلة في الكنيسة اللي بدأت الدوناتيين. الدوناتيين كان أحد مشاكلهم المعمودية، ما كانتش مشكلة وحيدة بس دي مش موضوعنا، فمش هنتكلم في ده. ففوجئوا يعني إنه إيه، إن إحنا لسه كنا مذاكرين وكان عندنا مشكلة كبيرة، وأنت جاي دلوقتي تقول إيه حاجة برضو ملخبطة. موت الجنس البشري ليس بسبب خطية آدم، ولن يقوم الإنسان لحساب قيامة المسيح. شاف المسيح كله، ولكن لحساب الوصية والإنجيل يدخل الإنسان إلى ملكوت السماوات. فهو قلص دور المسيح والنعمة إنه إيه؟ إديني الليستة ونعمل كل حاجة. ليه؟ لأن هو عايش شايف إن الإنسان بيولد زي آدم قبل السقوط. فأنا عندي نفس إمكانية آدم قبل السقوط وعندي الليستة وأنا ممكن أعملها لوحدي. شاف في المسيح هي آية بس هو يعني عزلها من المسيح كله. بطرس الرسول يقول في الرسالة الأولى صح الثاني إن المسيح جاء كان يعطي لنا مثالا، لكن مش ده الهدف الوحيد. من ضمن الحاجات إحنا شفنا في المسيح صورة يعني the full restoration of the person، الشخصنة restored في المسيح، اتجددت في المسيح، لكن مش ده كان الهدف. تاني يمكن مرفض حد عشان يعلننا الصوم، احنا 100 واحد صام قبل المسيح، صام جاي علينا الصوم. فقلص دور المسيح في انه يديني مثال ويديني الليستة ونعمل بعد كده. عشان كده هو من الناس اللي اتشلحوا مع نسطور في نفس مجمع افسس سنه 31. نركز احنا دايما على نسطور، مش بنركز قوي على لجز. مع ان نسطور يمكن في وقته بعديها بشويه المشكله فضلت منتدى وبعدين وقفت. المشكله دي لحد دلوقتي شغاله وهنسمع بالتفصيل عنها بعدين. قبل تجسد المسيح واتمام الخلاص وجد اناس كاملين وبلا خطيه وكانوا قادرين بسهوله على حفظ الناموس ان ارادوا. وده فهم خاطئ للمفهوم كله. يعني ايه كان في ناس كاملين وما هو معنى الكمال؟ وكده ليه الكنيسه شرحته زي ما هنشوف بعد كده. الناس بيسال ليه ما هو اتشلح اغسطينوس؟ لا، هو اسقط المسيح تماما، بقى معلم زي اي حد، زي يمكن اقل من موسى كمان. واحد هيديني لسته
ويعمل شوية حاجات حلوة بقى أعمل زيه، لكنه ليس مخلص. احنا قلنا الناس احتاروا، مين اللي بدأ الأول؟ بلاجيوس اللي بدأ المشكلة ولا القديس أوستيس؟ عند الناس اللي منحازين لبلاجيوس قالوا إن بلاجيوس هو الرد فعل مش الفعل. خلينا نشوف أوستينوس وبعدين نعرف نشوف ايه حكاية الفعل ورد الفعل دي. ده فكر القديس أوستينوس عن البداية. دايما على فكرة عند أي واحد فيهم ايه اللي حصل في السقوط، ايه اللي أنا خدته ايه اللي ما خدتوش. لو فهمت السقوط صح هعرف أتفاهم مع موضوع النعمة والإرادة وحاجات كتير قوي. فهي المشكله دايما، ويتخلوا بالكم منها قوي. لما يجي نسال اي حد مش في الكنيسه عندنا او مش مذاكر الكنيسه كويس، نساله سؤال في القيامه يرد من القيامه، نساله في سؤال من الصعود يرد من الصعود. لكن اباء الكنيسه والليتورجيات بتاعتنا نسال حد في القيامه يبدا منين؟ من الخلق والسقوط. نساله في الصليب يبدا من الخلق والسقوط. تيجي الكنيسه تصلي تقول له يا الله العظيم الذي خلق الانسان على غير فساد، وتوصلني لحد فين؟ وننتظر قيامة الأموات. لازم القصة كلها هي الجواب، مش حتة. والناس اللي حاولوا يردوا على من حتة على حتة اتلخبطوا وعملوا حاجات من دماغهم، واللي قدامهم في الآخر قالوا مش داخلة دماغي. إن هي اتس وان فول يعني ماستر ستوري كده، قصة كاملة، قصة خلاص البشرية كما أعدها الله، كما استعلنت لنا في الإعلان الإلهي. عشان كده لو في حتة، لو في ناس عارفين إيه؟ التطبيق اليومي يعني، يقول لك انا ماليش قوي في عيد الصعود، ما مش حاسس بيه، مش فارق معايا. ده هو كل اللي فات ده عشان يصعد اصعد تبكراتي الى السماء، جيت عند الاخر قلت مش مكمل. ده هو سبق او السبق يعني التريس كده زي ما صوره قديس بولس في كلوس 9، واخره اروح السماء اقول لك انا تعبت بقى، انا هقوم وكفايه. مش كده القصه كلها في دماغ الكنيسه. اللي يقرا فيكم تفسير كريس كروس الكبير لانجيل يوحنا، انجيل يوحنا لقي تقريبا كل باراجراف تقريبا صدقوني جايب القصه كلها من الخلق والسقوط لحد الصعود للسماء مره ثانيه. فبرضه نخلي بالنا واحنا بنتكلم او بنسمع، اللي بيتكلم اللي بيرد حته بحته ولا بيرد فعلا بفكر متكامل ان المشكله بدات من اول خالص. عشان كده كان لازم يبقى في حلول الروح القدس على المسيح في بدايه الخدمه بتاعته، عشان كده كان لازم يبقى في تجربه، عشان كده كان لازم يبقى في صليب، عشان كده لازم في عيد غطاس. دي مش احداث، دي بارت جزء من تجديد الخليقه. ما فيش حدث يعني، كان المسيح عايز يورينا حاجه التجلي. ما فيش حدث عندنا ما يهمناش على المستوى الشخصي، مش على مستوى ان احنا هنعيد ولا مش هنعيد، هناكل مش عارف ايه ولا مش هناكل. هو جاي يوم جمعه المره دي ولا جاي يوم سبت؟ مش كده خالص. عند قديس أوستينوس السقوط نفسه، حيث أن الإنسان خلق، هناخد كده ده بتفصيل بسيبه كده يعني قابل للخطية، فأنه اختار الخطية والسقوط. كارل بارت واحد من اللاهوتين المشهورين قوي قال كده إن ده المستحيل العربي. ماشي، ليه هنا في مشكلة؟ وخلي بالكم برضه من الاسم دوت، معرفش حد فيكم قرا حاجة لكارل بارت ولا لأ. كارل بارت من أوائل الناس، مشهور قوي في الغرب ومشهور قوي في اللاهوت الغربي، وبتسمعوه في الوعظ من غير ما هو يتكلم. يعني لما الانسان اللي قدامي يحول كلمه الله الى كتاب يفحص وليس الى اعلان الهي ذو سلطه، ولكن يقول كده كارل بارت، يتحول الى اعلان الهي لبعض الاشخاص في بعض الاحيان. يعني نجيب الكتاب المقدس نحطه جنب اي كتاب، هو كتاب عند بعض الاشخاص بعض الايات ستتحول الى اعلان الهي، لكن الطبيعي بتاعه هو ايه؟ كتاب زي اي كتاب. وده مربوط تماما في فكر الكنيسه، ولم نسمع عنه من اي حد من ابناء الكنيسه الاولى على الاطلاق. بالعكس الكل وقر واحترم كل كلمه، ان يعني حتى لو مش فاهمها هي اعلان الهي. هيجي اليوم اللي هلاقي حد فاهمها لي او ربنا يعلن لي معنى الكلام ده. بالنسبه لفقدان الحريه، ادم خلق ومله الطبيعي نحو الصلاح ومحبه الله بعد السقوط. الإرادة نفسها سقطت. وهنا نخلي بالنا اللي قرا فيكم برضو كتاب تجسد الكلمة، الصورة حصل فيها إيه بعد السقوط؟ اتشوهت. عند قديس أوستينوس وعند كتير من الغربيين هي إيه؟ ضاعت، مبقاش ليها وجود. ولما ضاعت الإرادة معاها
سقوط الإرادة عند أغسطينوس هو إيه؟ ضيعها، ما عندوش إرادة خالص. بعد شوية، لأن هو زي ما قلنا في الأول قال حاجة وفي النص قال حاجة وفي الآخر حاجة، حب يلينها شوية. قال إيه؟ قال كده يعني أنا دلوقتي من حقي أتكلم مع أي حد، بس لو أنا معيش مثلا موبايل وقاعدين في أوضة وإحنا 20 واحد، هتكلم مع أي حد من ال20، ما عنديش أوبشن بره ال20 دول لو أنا قاعد جوه الأوضة. فقال كده الإنسان حر، ولكن إرادته إيه؟ مقيدة بالأوبشنز اللي عنده. فشاف إن الإنسان حريته في حاجة واحدة بس، إنه يفعل الشر. عنده شرور كتيرة جدا، أنا حر أعمل أي واحد فيهم، بس ما عنديش أوبشنز تانية إني ما أعملش شر. ليه؟ لأن سقوط الإرادة عند أغسطينوس هو انعدامها، فبقت لا تستطيع أن تفعل غير الشر فقط. اتفضل. لا اقول لحضرتك حاجه، يعني دلوقتي هو حتى المثل اللي قاله اوسطين قديس اسانس الرسولي في كتاب تجسس الكلمه ايه؟ الصوره اتلعب فيها، حد مثلا مسح العين، مسح الوش، في حاجه اتلخبطت فيها. فجبنا الرسام الاساسي الذي به خلق العالمين، الابن يسوع المسيح، وعاد الصوره الاصلع. اقول لك دليل حتى على كده. ساعات يكون معايا مثلا زميل في الشغل ملحد حتى، مش دين خالص. قول بس اخلاقه احسن من المسيحيين، مش بنقول كده ساعات؟ ايه ده؟ جاي منين؟ في جزء الهي غير مشوه فيه، ده اللي بيفعل الصلاح. مفيش حد فينا يعرف يعمل صلاح حتى لو هو صلاح اجتماعي من غير الله. مش كده ايمان الكنيسه ان الصوره تشوهت مش زالت، ونلاقيها بوضوح كتير جدا عند ناس كتير. بس احنا ممكن مره تانية نعمل موضوع بس عن السقوط، ايه اللي حصل في السقوط. المعرفه عند قديس اغسطينوس برضو كانت نتيجه للسقوط. ايه اللي حصل؟ ضعفت قدره الانسان على التحليل والفهم وما تجعله حاجتين. بعد شويه طورها حبه، وكيلفن طورها تاني، قالوا ان في حاجه اسمها الفهم الارضي، حاجه اسمها الفهم السماوي. ممكن تبقى ذكي قوي في الفهم الارضي، لكن في الفهم السماوي ضلمه. ليه؟ لان انت ساقط 100%. عشان كده قالوا ان في حصل ضعف ذهني في القدره على الفهم، وتاثير سبب الخطيه في فهم صلاح الله. هنلاقي انه البيزك سيم بتاع المشكله عند القرن الرابع والخامس والسادس و16 17 يعني ايه صلاح الله؟ يعني ايه سيادة الله؟ هنشوف ده بالتفصيل في الكام محاضرة اللي جاية. لا لا، ده فكر اغسطينوس. احنا دلوقتي اللي قاله بلاجيوس الكنيسة مش موافقة عليه، واللي بنقوله دلوقتي عن قديس اغسطينوس احنا الكنيسة الارثوذكسية مش موافقة عليه. مش احنا بس، هنلاقي حتى الكاثوليك في وقتها او الكنيسة الجامعة في الوقت دوت رفض الكلام ده. زي ما قلت ان الحوار ده احنا كاورينتال ارثوذكس او ككوبتيك ارثوذكس كنا فين؟ مش موجودين على الساحه التاريخيه، ما كناش موجودين. يعني في الوقت دوت في القرن الاول اخر الرابع او الخامس كانت الكنيسه عندنا في مصر مشغوله اكتر بايه؟ بنسطور، لحد ما وصلنا 431 في مجمع افس. بعد ما اتنيح بابا كيرلس 444 جه 451 مجمع خلق دنيا، اتلخبطنا قوي وتعكنا في ايه؟ الخلق الرومانيين اللي جم، وكان من أسوأ الايام على تاريخ الكنيسه وعلى تاريخ مصر كلها. فاحنا كنا معزولين تماما عن هذا الحب. فاحنا لم نشترك. بس زي ما قلت غربي. هنشوف بقى تفصيله بالظبط، هنعرف كل حاجه. ليه برضو؟ زي ما قلت ان احنا اللي حصل ان احنا في اخر القرن ال 19 اول 20 لحد النهارده جالنا ايه؟ المنتج الاخير بتاع هذا الصراع. بعد ما قديس اغسطينوس راح للاذر اكستريم، قال ان الانسان النعمه تعمل فقط. هو اول واحد نادى بان في سبق اختيار، في لسته للمعينين، واللسته دي عند ربنا، ومش مهم انت هتعمل ايه، عملت حلو عملت وحش، اسمك مش في اللسته، مش مالكش مكان. لو اسمك في اللسته برضو اعمل البلاوي الزرقاء كلها، هجيبك. قديس اغسطينوس اول واحد نادى بسبق الاختيار، اول واحد نادى ان الخلاص بالنعمه فقط. هنقول ده بالتفصيل بعد شويه. تعالوا بس نقف ثانيه ونشوف يا ترى مين اللي بدا، بلاجيوس ولا قديس اغسطينوس. لان بلاجيوس بدا قالوا ايه؟ التعليم اللي ناداها قديس اغسطينوس فعلا توجب الاباحيه، طالما هو في كشف، والكشف ده اسمي فيه وانا مش عارف، او انا اسمي مش فيه وانا مش عارف، خليني اعمل ايه؟ اعيش حياتي
ولو اسمي في الكشف هيجيبوني، يبقى خدتها ايه؟ دنيا واخره. لو ما عشتش لو انا اسمي مش في الكشف يبقى خدتها دنيا. يقال البلاجيين قالوا كده ان اوروبا او الناس اللي وصلت لهم تعليم اغسطينوس عاشوا في عيشه غير مقدسه. فكان شايفين ان بلاجيوس ده رد الفعل الطبيعي عشان يرجع الناس دول لايه؟ الموراليتي، يبقى عندهم اخلاق وعندهم التزام اخلاقي. فهو went to the other extreme، انه بقى انا مسؤول عن خلاص نفسي وربنا ملوش دعوه، هو اداني الليست انا هعمل اللي انا عايزه. الناس اللي شافوا الرؤيه المختلفه قالوا لا، اغسطينوس هو اللي بدا، سوري، بلاجيوس هو اللي بدا انه خد الانسان هو العامل في كل شيء، ان الاراده البشريه هي اللي بتعمل كل حاجه، النعمه ملهاش مكان. فده خلى القديس اغسطينوس يخش فيري اكستريم ويكبر قوي ويعظم قوي من نعمه الله. وزر بقى اللي بدا القديس اغسطينوس او بلاجيوس، الاثنين راحوا فين؟ كل واحد شد ودن ايه في الاكستريم بتاعه، لكن البالانس هو فين؟ في السينرجيه. تاريخيا ما رجعوش للسينرجيه في الاول، رجعوا فين؟ للنصف بلاجي. اشهر واحد من الناس بلاجيين القديس يوحنا كاسيان. القديس يوحنا كاسيان معاصر ليهم. قال ايه القديس يوحنا كاسيان؟ اعترض شويه على القديس اغسطينوس في الحاجات دي. ان اراء القديس اغسطينوس جديده وليست موجوده في تعليم الاباء، خاصه تيرتليان وامبروسيوس وجيروم، لان يوحنا كاسيان كان تلميذ يوحنا زبيل. فهم يبقى فين المشكله هنا؟ اللي بتقولوه ده ايه؟ جديد. عندنا مسطره اسمها ايه؟ حياه الكنيسه، التقليد المسلم، الايمان المسلم مره للقديسين لما قال يهوذا. عشان كده بعد شويه هنلاقي لما الكنيسه وقفت الكلام بتاع يوحنا كاسيان قالت له ايه؟ واللي انت بتقوله كمان جديد مش موجود عندنا في الكنيسه. تاني حاجه، تعليم القديس اغسطينوس عند سبق الاختيار تجعل قوه دي اللي احنا قلناها من دي قوه الكرازه عاجزه وتصيب الناس بالاحباط وتقدم لهم مصير حتمي يقطع كل رجاء. فكل واحد بيعمل اللي هو عايزه وخلاص، ما هو في كشف انا مش عارف كنت في الكشف ولا مش في الكشف. نمرة ثلاثة، وجهة نظر القديس اغسطينوس العنيفة ليست ضرورية لضحك الجنة. القديس اغسطينوس شاف يوحنا كاسيان اسف قال ان الاكستريم اللي راح له قوي ده مش اقل منه وبالانس ممكن يرد على الكلام. كان هدف القديس يوحنا كاسيان ان يوجد البالانس بين النعمة والارادة، ايه اللي ربنا يعمله والانسان يعمله. الغلطة الكبيرة هي نمرة اربعة، انه شاف ان الارادة الحرة بادئة والنعمة هي المستجيبة، اللي هو عكس ايه؟ عكس السينرجي. السينرجي النعمة بادئة والنفس البشرية هي ايه؟ او الارادة البشرية هي المستجيبة. هنا لا، شاف دي تبطل صلاح الله. يعني ايه تبطل صلاح الله؟ طب في واحد سوري وانا ذكي وغيري مش ذكي، او انا مش ذكي وغيري واحد شاطر وبيعرف. تمام. ما ده اللي بيتقال. عشان كده احنا ما قلنا الهدف يا ابي ان انا هروح اشتري نعمه. النعمه لو اشتريناها ما تبقاش نعمه. ازاي النعمه بادئه والاراده البشريه هي مستجيبه وفاعله بالنعمه زي ما هنشوفها في المحاضره الاولانيه. مش كده لما بقول انه ده يفحصني انا قبل اي حاجه، انا جوه بيتي قبل ما ابقى جوه الكنيسه ولا خادم ولا مكرس ولا اي حاجه، جوه بيتي عايش بسينرجيه فعلا مع مراتي مع عيالي مع اخواتي مع اي حد، ولا عايش بلاجيه، ولا عايش زي ما كنت بقول من يومين نظريه السيد دي دلهوت. الراجل الكبير اللي في البيت اللي اخطائه تقدس، هو ده ايه؟ ده صلاح الله عند اغسطينوس. هي تبدو مصريه لكن هي في الاخر ابليس بقى يخش كل حته ويلونها اي حاجه. حتى في الجو الروحي ساعات نقدس اخطاء الكبار. دي ايه؟ ان الله صالح. فانا شايف انه انا لازم انا كاب مثلا في البيت ما بعملش حاجه، انا بعرف كل حاجه وصلاحي من صلاح الله، فالله بيعمل اللي هو عايزه ويحط اللي في الكشف هو عايزه. فدي الكبير مصروف ما ديش صغير مصروف، انا حر. مش باين ان هو تاديب قد ما هو باين انه ايه؟ ده مفهوم عن سياده السيد يفعل ما يريد ومحدش يقول له انت بتعمل ايه. ده مفهوم الصلاح والسياده عند القديس اغسطينوس اللي خده بعد كده مارتن لوثر، اللي خده بعد كده جون كيلر. فاحنا ساعات الناس تقول لك اصل انا مش لاهوتي، انا ماليش قوي في الكلام الكبير ده، انت عايشه.
شئت ام ابيت عايشه كمستقبل، وفي نفس الوقت انت بتقدم، سواء انت خادم صغير فصل او انت اتجوزت او ما اتجوزتش، انت بتقدم فكر معاش بطريقه او باخرى.